الكهنة متضايقين من طريقة التعامل معاهم. الكهنة بيحاولوا يوصلوا للناس إنهم أقوى من الملك، وإن أي تحدي ليهم أنا اللي هخسره. مستحيل شعب كيمت يصدق، لكن أنا عاوز أعرف أنت ليه رافض وجودهم؟ وجودهم في حد ذاته مش مشكلة، المشكلة في اللي بيحاولوا يفرضوه. وإيه الجديد؟ معتقداتهم موجودة من أيام حكم والدك أمنحوتب الثالث، ومن قبله كمان. وأنا دلوقتي قررت أغيرها. تغيرها؟ أنت بتفكر في إيه يا أمنحوتب؟ أنا فكرت وقررت، والقرار صعب ولازم تساعديني. أفهم الأول وبعدين أقرر، أساعدك ولا أنصحك؟ من قبل تولي الحكم وأنا رافض سياسات كهنة أمون، انتظرت كتير واحترمت رغبة والدي، لكن دلوقتي أنا الملك وقررت تحويل معابد أمون لخدمة أتون. وأكيد رجال أمون عندهم خبر وعشان كده مش راضيين عن حكمي. خدت رأي زوجتك نفرتيتي؟ ما خدتش قراري غير بعد مناقشتها وشرح كل شيء، وهي موافقة وهتساعدني. وأنا كمان هساعدك، أنت ملك كيمت ولازم أوامرك تتنفذ. ده معناه أننا مش هنقدر نستمر هنا حتى لو نفذوا القرار بإزالة كل شيء عن معتقداتهم. أنا محتاج مكان جديد يكون بداية لانتشار أفكاري ووصولها للناس. كل مرة بحاول بفشل. بطل لعب بقى يا سين وقولي. أقولك إيه تاني؟ ما أنت شفت كل حاجة. قولي اللي هيحصل. الملكة تي بالفعل هتقف جنب ابنها الملك أمون حتب الرابع. بس الموضوع ما كانش سهل، رجال أمون كانوا أقوياء جدا، ما يقولوش قوة عن الملك بكل نفوذه. وعشان كده الملك هيسيب طيبة وهيبدأ عهد جديد، ومن وقتها أمون حتب الرابع بقى أخناتون. أخناتون؟ يعني إيه؟ قوله ما أنا قاعد هنا بتفرج على جمال النهر العظيم وماليش لازمة. طب خلاص قول لي انت يا سينو، اخناتون بقى يعني ايه؟ يعني روح اتون. امنحتب الرابع واخناتون يعتبر من اوائل الملوك اللي قرروا يتخلوا عن فكرة تعدد المعتقدات عند قدماء المصريين. وخلال فترة حكمه اللي وصلت ل 17 سنة فضل مقتنع بكده هو وزوجته نفرتيتي والملكة تي امه لحد ما توفى. للأسف يا يحيى بعد الانتقال بفترة بسيطة هتتوفى. يبقى لازم المستشار الصغير يودعها.